آخر صورة للفنانة الكبيرة سهير البابلي قبل أن تدخل إلى المستشفى. هي الآن تحتاج إلى دعائكم أهي، يعني ده خاصة بآخر نهار، صورة السيدة الفنانة الكبيرة سهير البابلي قبل دخولها إلى المستشفى. الحقيقة مش بس المصريين ولا بس العرب، لا، في ناس كتيرة جدا في دول مختلفة في العالم حابين يطمنوا على حالة الست سهير الصحي، هذه الفنانة العظيمة الحقيقة اللي لها مواقف فنية ومواقف وطنية. هذه السيدة طول الوقت كانت يعني في ظهر بلدها. خلونا نستمع من رضا طعيمة زوج ابنة السيدة سهير البابلي، وهو يعني كمان خبير في التنمية البشرية، أسعد بيه صداقته جدا. أهلا بيك يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك. يعني الناس كتير عايزة تطمن على حالة الست سهير البابلي، يعني كان التعب إيه والآن إحنا واصلين لفين يا فندم؟ هو طبعا ربنا يبارك في حضرتك، تعبت فجأة نتيجة بعض تدهور السكر، وطبعا نقلناها المستشفى، والحقيقة كانت في حالة حرجة جدا جدا. وجميل ان هي الحالة جات لها وهي كانت متوضية يعني، وكانت قارئة قرآنها، دخلت الحمد لله رب العالمين. بعض الإشاعات بقى اللي يقول لك عملية قلب مفتوح، والتاني يقول لك عملية مش عارفة إيه. والحقيقة أنا يعني بضم صوتي لصوت الرئيس عبد الفتاح السيسي، لازم نتحرى الكلمة، لازم نتحرى الكلمة لبناء وطن، صحيح، لبناء صحيح. وطن غالي. لأنه في ناس كتير قالت فعلا كلام كتير. طب بعد ما دخلت المستشفى فندم، الحالة الوقت إيه؟ الحالة دلوقتي بدأت الحمد لله رب العالمين تبقى مستقرة. هقول لك والله يا محمد، دي النهاردة أنا واقف أنا ونزين فجنبها، وبدأت أقول لها بردة الإمام البصيري، وأقولها بصوت عالي، وهي كانت بتحب تسمعها وتقولها معانا. فهي ما كانتش حاسة بحاجة خالص، مجرد ما قرأنا بردة الإمام البصيري وأقسم بالله فتحت. يعني بردة الإمام البصيري أعظم ما قيل في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. يعني كان لدرجة الممرضات اللي واقفين حوالينا دخلوا معانا يقولوا معانا مولاي صلي وسلم دائما أبدا خير الخلق كلهم. الرائع، الكلمة الجميلة اللي حضرتك قلتها، في دايما هي كانت مع بلدها وفي حضن بلدها، صحيح. وفنها كان هادف. لما قلت ال يعني بردة المديح، يعني كان رد فعلها ايه؟ فتحت ولقينا خدودها احمرت. هي اساسا ما شاء الله ما شاء الله وشها منور. عارف انت يا محمد دي لما تلاقي حد وهو يعني مثلا متركب له خراطيم او ووشه عليه الرضا، وجهه عليه الرضا، رحلة سلام. لان هي كانت دايما تقول لي انا ما خنتش فني، انا ما خنتش وطني، انا ما خنتش جمهوري، انا ما سطحتش حد، انا كنت حريصة على نشر الثقافة والعلم والمعرفة، كنت حريصة على نشر كلمة العدل. طب استاذ رضا، يعني هي في يعني ما فاقتش خالص من ساعة ما دخلت المستشفى؟ لا، هي بتفتح عينيها، بتفتح عينيها كده يعني، وترجع تاني كده ايه، تستريح تاني. تفتح عينيها وترجع تستريح تاني. فانما الحقيقه انت بتشوف كده بعض الايات من ايات الله سبحانه وتعالى، انك لو قرات جنبها قران تبتسم يعني وتتحرك، مديح تبتسم وتتحرك. ويا ودود قايلها بصوتها قبل ما تدخل، هبعتها لحضرتك في فويس، تسمع صوتها الجميل، ورغم انه كان تعبان انما بتقول يا ودود. ايه الجمال في الصوت ده؟ ايه الاحساس ده؟ فالحقيقه هي يعني نشرت فهم ووعي، صحيح، عند مش الانسان المصري يا فندم، لا ده يعني على المستوى العربي ومستوى العالم كمان، لانه انا عارف انه في مسرحيات ليها مترجمه ب 18 لغه عالميه. سهير البابلي ترجمت اعمالها ب 18 لغه، واستطاعت ان تكون سفيره شرف وعز وكرامه، صحيح، صحيح، وعدل. واحنا كنا حريصين عشان كده استاذ رضا الحقيقه ان احنا يعني نطمن عليها ونطمن جمهورها عليها، وان شاء الله يعني خالص دعواتنا ليها بالشفاء. اشكرك جدا، بشكر جدا، اشكرك جدا يا فندم،
ويعني الحمد لله ربنا يطمننا على فنانتنا الكبيرة سهير البابلي.